بلا شك ان هذه الحرب دخلت منعطف مختلف وذلك بعد 56 يوما من استمرار هذه المعارك الحديث الان هو ليس حديث المفاوضات ولكن هو حديث المعركه علي ميادين القتال الجانب الاسرائيلي في بيانه الرسمي صباح هذا اليوم كان واضحا عندما قال بان حماس لم تلتزم بالتوافقات حماس اخترقت الهدنه وبالتالي الحكومه الاسرائيليه سوف تمضي قدما بتنفيذ عملياتها العسكريه وعنوانها اجتثاث حركة حماس من قطاع غزة وإخراج كافة المحتجزين على حد قول البيان الرسمي للحكومة الإسرائيلية طبعا في التسريبات يتحدثون بلهجه مختلفه بان هنالك محاوله للوساطه القطريه المصريه برعايه امريكيه، هنالك محاولات لثني الجانب الاسرائيلي عن التوغل اكثر في المنطقه الجنوبيه، ولكن في العالم ما نراه الان منذ صباح هذا اليوم هي معركه محتدمه في عده محاور، ابرزها في طبعا في المنطقه شمال قطاع غزه. الوزراء في الحكومه الاسرائيليه كلهم على نفس الكلام بان هذه العمليه العسكريه يجب ان تستمر يجب ان يتم تنفيذ كافه التعهدات التي قطعتها الحكومه الاسرائيليه للمجتمع الاسرائيلي وذلك باجتثاث حركه حماس والعمل علي احراز تقدم علي مستوي المحتجزين اي ان يتم اخلاء سبيلهم دون قيد او شرط وعدد كبير من أعضاء الكنيسة من المعارضة عموما في فيكتور ليبرمان وغيره يؤيدون هذه العملية العسكرية ويرون بأنه يجب أن تستمر على أساس بأنه لا يوجد هنالك أي ضمانات من أن حماس سوف تلتزم بالمعاهدات أو بالاتفاقيات وما إلى ذلك هذا طبعا هي وجهه النظر الاسرائيليه التي انقلها لك، ولكن على الارض الامور تبدو الى حد ما مختلفه، هنالك العديد من الصواريخ الفلسطينيه التي اطلقت عشرات، العدد يعني بين 40 45 قذيفه والصاروخ اطلق من منطقه قطاع غزه، هذا مؤشر الى ان حماس ما تزال تمتلك القوه الناريه سواء في منطقه الشمال او في المنطقه الجنوبيه من قطاع غزه، اللافت انه قبل قليل تم الاعلان عن ان هنالك مسيره من الحدود اللبنانيه تم اسقاطها من قبل الجيش الاسرائيلي ولغايه ساعات الصباح يبدو بان الجبل اللبنانيه الى حد ما كانت اكثر هدوءا مما كان متوقعا في اللحظه التي تنتهي فيها الهدنه، تماما كما حدث في اللحظه التي اعلن فيها اتفاق التهدئه، توقفت الجبهه اللبنانيه بشكل كامل ومطلق، ولكن بعد ان عاودت الدبابات والقصف الاسرائيلي والطيران الحربي الاسرائيلي، الجبهه اللبنانيه يبدو انها اكثر هدوءا من ذي قبل، على المستوى الـ يعني على المستوى السياسي نحن نتحدث العالم الان بطبيعه الحال مشغول في موضوع قمه المناخ في الامارات، وبالتالي هناك محاولات للحديث والاحاديث الجانبيه حول هذه المساله، نعم كان هنالك العديد من التصريحات التي سمعناها، ولكن هل هذا له علاقه بما يجري على الارض؟ يبدو بان المعارك التي تحدث الان على الارض هي صعبه، نتحدث عن خمسه اصابات من قبل يعني الجنود الاسرائيليين الذين اصيبوا بشكل مباشر باطلاق قذيفه هاون، ثلاثه بجراح متوسطه واثنين بجراح طفيفه، هذا طبعا المعلن. نعم، طيب. ماذا عن المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الحكومه الاسرائيليه ما الذي قدمه لم يقدم شيئا جديدا الا تثبيت مساله هامه هو ان هذه المعركه هي معركه بين اسرائيل وبين حركه حماس طبعا هو حتى في حماس هو يقصد كل المسلحين كل المقاومه كل من يحمل سلاح في غزه الان هو حماس هذا الذي اراد تثبيته لم ياتي باي تصريحات جديده وعموما هذا الناطق عمليا لا يتحد هو طبعا يتحدث في اسم الحكومه الاسرائيليه ولكن انت تعلم بان هنالك ثلاثه اجسام موجوده اليوم في الحكومه الاسرائيليه هنالك الحكومه العاديه المعروفه هنالك الكابينت الاسرائيلي وهنالك مجلس الحرب <applause> والثلاثة هنالك اختلاف إلى حد ما أعطيك مثلا على ذلك أمس بلينكين اجتمع مع مجلس الحرب المكون طبعا من نتنياهو ووزير الجيش وغانس الذي عمليا يعني هو جنرال الإسرائيلي المعروف وغايد أيزينكوت ورور ديرمر يعني هذه هي الكتلة التي عمليا هي التي تدير هذه المعركة ولكن دائما ما كنا نسمع جالانت خلال أيام التهدئة بانه ما ان تتوقف هذه التهدئه او تصل الى طريق مسدود، نحن سوف نقوم بعمليه عسكريه واسعه وقويه. هل هذا الذي نراه هي عمليه واسعه وقويه؟ طبعا نحن نعلم تماما بان عدد الشهداء هو كبير بل كبير جدا، ولكن الجيش الاسرائيلي يبحث عن اماكن اخرى للقتال تحديدا في المنطقه الجنوبيه، المنطقه الجنوبيه الان هي في عين العاصفه. نعم. تحديدا هي في عين العاصفه. ويبدو بان الدبابات الاسرائيليه لم تتوغل اكثر في منطقه غزه تحديدا الحديث عن جباليا او الشجعيه او في تلك المناطق يبدو بانه يريد ان يذهب الى محور مختلف تماما والمحور المحور الجنوبي الشرقي اي في طبعا بعيدة هذه بعيده عن خان يونس ولكن يريد ان يزحف ايضا في هذه المنطقه والتي بدأنا نسمع بعض او نرى حقيقه بعض الصور من الاقمار الصناعيه التي تشير الى ان دبابات تمضي قدما في هذه المنطقه جنوب شرق قطاع غزه بعيدا عن كانيونس ولكن يبدو بان هذه المنطقه كلها سوف تصبح منطقه قتال في تلك في 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 الساعات او في الايام القادمه احمد البديري مراسل الغد من القدس المحتله شكرا لك